جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قاطعت أحد الأقارب وجعلت زيارته له وجعلت زيارتي له لمدة نصف ساعة كل 4 أشهر أو أكثر، وذلك لأنني لا أحب هذا الشخص أو لأن أسلوبه لا يعجبني، ولكن أضطر أن أزوره بحكم القرابة فقط والخوف من الله. هل علي إثم في تأخير الزيارة والتي قد تكون في بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر، وخاصة أنني أحس بأن هذا الشخص كأنه قد علم أو قد حس بكرهي له؟ على كل حال، زيارة الأقارب مطلوبة وهي من صلة الرحم، وأما توقيت الزيارة فهذا على حسب ظروفك وحسب استطاعتك. إذا كان هذا الشخص تكرهه لدينه فعليك بمناصحته وموعظته، أما إذا كانت كراهيته لغير ذلك لأمور شخصية فينبغي أن تتغلب على هذه الكراهية وأن تزور قريبك كل ما سمحت لك الفرصة، وتتغلب على هذه الكراهة الشخصية. والهجر ولو كان في يعني جزء يعني غير كثير فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. إذا كان هذا الكراهية لأمور شخصية فلا تهجر أخاك فوق 3، وإن كانت لأمور دينية فإنك إن كان يتأثر بالنصيحة ويقبل فإنك تزوره وتنصحه. أما إذا كان لا يقبل النصيحة وكان في هجره وعدم زيارته زجر له فإن هذا مطلوب أيضا، مطلوب هجره بقدر ما يرتدع. نعم.